فينا نقول مبروك؟ يعني احتفال صغير للست شغف، تستاهل مو؟ بس كيف هيك؟ قصدي بهالسرعة هي؟ قبل ما تسافر بيوم واحد كنت سهران عندها. شو بتحب اسكبلك؟ سمعت انه روائي كمان زميل، يعني ما عاد بدي اسمع ولا حرف. طيب انت ليش متضايق حبيبي؟ خليني احزل، يمكن لانه المي كانت ماشيه من تحتك، ولا لانه ضحكت عليك. فاتي نخرسي. لا مو على كيفك، بدك تحس فيني وتعرف. لما كنت شوفك قاعد مع وحدة تانية وأنا مرتك مو عشيتك. أنا شمتانة، إيه شمتانة، لأني بعرف إنه النار عم تاكلك من جوا أكل شغف. مو بس تركتك وضحكت عليك، وهلأ بدنا نشوف سامي الدون جوان كيف رح يتقبل هذا الموضوع. وديتن على البيت وجبت اكل لاكل انا وياكي. ايوه شو حبيبي؟ كاني حاسستك تعبان شوي. لا بس يمكن تقلب الاكل شوي. طيب الله يصلحك، معقوله بتترك الاولاد لحالهم وبتجي يا عمري؟ والله لك يا حبيبتي انت صفيانه لحالك وبلا اكل، والله انا بهكي لهمك. ايه حبيبي والله انت ما في منك، لك انا ليش مو في الي غيرك بهي الدنيا؟ بتعرفي انا صار لازم امنك، لك بركي صار لي شيء. أبو خالي لا تحكي معي هذا الحكي، بتعرفني ما بحبه، بعدين بعيد الشر عنا. لا 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 لازم أملك وأشتري لك بيت خاص لحالك. حاجة بقى وعود فاضية أبو خالد، صرت وعدني بقصة البيت أكثر من 6 مرات. خلاص أعطيني مهلة شهر بس. معك شهرين. إيه صح أبو خالد، اليوم عطيت ديما 100,000، أختي بدها تعمل عملية لأبوها كتير تعبان. بس دينت ياهن دينها؟ دين. إيه الله يقدرنا على فعل الخير. لك قومي فردي الأكلات خلينا ناكل. ايه تكرم عينك. لك انت شو بتعملي هون؟ كنت بدي ندفع الغرفة. طلعت فيني. شو فيني مبين شي عم في؟ لك عم لك تطلع فيه مو تطلع بالكاسة. لكن انا من خلقتي منيت شوف خدامة مثل عالم الناس. الغياب خيانة مو هيك؟ لسا مبارح كنا سوا. واليوم؟ تعي لعندي. مشتاق لي؟ تعي وشوفي. يا ستي وهي الدنجة. حبيبي منحكي بعدين. ايه يلا باي. يسلموا هالايدين ست فريدة. بصحة الروائية العظيمة شمس، ومو مزح هالمرة جد. الله يسلم هالايدين بصحتك. تفضلوا لعنا فوتوا. تسلمي. بصحة الكم اللي طعمتيها لسامي. اهلا اهلا شغف، كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. لا شكرا مستعجلة. طيب سلموا. مع السلامة. فوتي ماما فوتي. يا ستي داهية الشغف. تعال داهية.
قالوا ايه منصور؟ انا اسفه ما حكيت معك اليوم لاني ما بحب يعني هيك اشغل الناس بمشاكلي. اسفه بس هيك طبعي. طيب ماشي، بكره بنشرب القهوه سوا. باي منصور. لا منيحه منيحه، انا منيحه. باي. كمان أوفلاين. يعني أنت لو بعته مو كان أحسن؟ أخي غير بالسعر اللي بدي إياه مرحبا. وين راحت؟ وأنت الثاني ليش ساكت؟ لك احكي شو رأيك؟ يعني إذا حكيت رح يرد علي. هو معلم وائل، هو معنزي القصة. شو القصة؟ لافين على بعض هالأيام. لا يوفقك يا خطافة الرجال. فايق بالليل وقالي بيض وقاكي. لا تفرحي كثير، هي انا اللي فقت واكلت. شو عاد ما بدك؟ هيك رح كون على طبيعتي، اللي عاجبه عاجبه واللي ما عاجبه الله معه. ها؟ هيك بدي اياكي، برافو عليك، بدي اياكي قويه وقد حالك. ليك وقت المشايره راح. بعدين طلع الاكل النباتي بيسمن زينك ينيه. ايه ماما، لا تخلي بابا ياكل، وتفوتيه على الحمام قبل ما يروح وتلبسيه اواعي عريضه. ليش ابوكي جن ولك بنتي؟ بعيد الشر ماما، نحن أخذين بابا على مصح مو على مشفى مجانين. حفظتي شو قلت لي؟ حفظت. الله يمدي هاليوم على خير. حاضر. الله عليك يا خليدي. تفضل. ليش وينها سامية؟ سامية ما أجيت. بعدين خليني دللك شوي حلوان للشارع. مبسوطة ها؟ يا ويلي شو مقهور، أول مرة بشوفه هيك قاعد بغرفته وما عم يطلع منها أبداً. إيه مو سهلة، فجأة صار أوت والبديل أهم روائي بمصر. حسب معرفتي فيه هلأ هو منهار تماماً. كنت عم أقول لحالي إلا الزمن ما ياخد لي حقي منه. مشان هيك كنتي قاعدة وحاطة إيدك على خدك ولك شو ناقصك لحتى تنطري شغف او غيره؟ انا يا مدام حياتي ما عرفت اخذ حقي من حدا،
فكيف فيني اخذ حقي من سامي؟ اكبر تمرد عملتيه هو انك دخنتي. لك بقص ايدي من هون اذا مانك هربانه من زمن العبيد. ايه لا مو لهالدرجه.